نروح لحسام غالي لاعب النصر السعودي واللي اصبح قريب جدا من الرحيل عن الفريق السعودي في فتره الانتقالات الشتويه اللي جايه، خصوصا ان هو بيمر بحاله عدم استقرار مع نادي. حسام غالي عنده عرض من وادي دجله عشان ينضم ليه في يناير اللي جاي، لكن طبعا هو لسه بيدرس العرض ده، خصوصا ان هو عنده رغبه ان هو ما يلعبش لاي نادي في مصر غير النادي الاهلي. غالي بيبحث طبعا في الوقت الحالي عن عرض خارجي مناسب، وفي حاله ان هو فشل في البحث هيكون قدامه خيارين، الاول ان هو يرجع لصفوف النادي الاهلي من جديد في يناير ويكمل معاه الموسم وبعديها يعلن اعتزاله، والتاني ان هو يكتفي طبعا بمسيرته في الملاعب ويعتزل اللعب في حاله رفض مسؤولين النادي الاهلي ان هو يرجع مره تانيه، وانا اشك طبعا في الكلام ده.